امبارح بدينا باكزامبل السنجل لوب اللي هو 8.1. كان عندنا سنجل لوب إذا متذكرين بنينا سبيد تور كيرف، والله حد يطلع لي الأرقام اللي كتبناها للسبيد تور كيرف. كان عندنا هون سبيد وحدتها حطيناها رادز بير سكند. حطينا هون التورك وحدته نيوتن متر. طلعنا نقطة هون كانت 480 مضبوط؟ ونقطة ثانية على 10 كانت 432. خلينا ناخذ تقريبا هيك 240 360 بتعرفوا ايش ما طلعنا؟ ما طلعنا هاي النقطة، طلعنا الكرنت بس ما طلعنا التورك. شو رأيكم نطلع التورك عند هاي؟ نعم؟ ايوه تمام بالضبط تبع الاي ستارتنج. إذا اي ستارتنج كانت قديش؟ 400 امبير. إذا اي ستارتنج 400، إذا عندي هلا هون بقدر أطلع تاو ستارتنج. هلا بتتذكروا تاو من ايش كان مع ايش كان يتناسب؟ التورك مع شغلتين. مع ايش هم؟ مع فاي مع فاي مع مع الكرنت. تمام، إذا كان عندي اي وفاي وكان عندي كي، وبحالة هاي السنجل لوب كانت 2 على باي في اي في فاي. واذا بتحب نرد نحولها مره ثانيه، احنا هيك حالنا بنبدا في بي ونحولها لفاي، بعدين لما نحسب نرد نحولها مره ثانيه لبي، مش مشكله. اذا هون عندي 2 على باي اي في فاي، وفاي هي عباره عن بي في اي، مش هيك؟ بي واي كانت هي سطح بس هذا، مش هيك؟ اللي هو باي ار ال. فاي شطبت مع فاي صارت عندي 2 بي ار ال. اذا هون بحاله الاي ستارتنج راح تكون تاو ستارتنج بيساوي 2 في 400 بي قديش كانت؟ 0.25 وكان عندي ار نص متر وال 1 متر، مش هيك؟ قديش بيطلع التورك عندي؟ 2 في نص راح يروح 1، ربع ال 400 راح يكون ميلي. اذا هون تقريبا حتى هي سكيل مش بطال، مش هيك؟ اذا هاي 10 هي 100 نيوتن متر، وهذا هو ستارتنج تورك وعم بسحب عليه 400 امبير. طلعنا نقطة هون كانت هاي، إذا عندي 10 نيوتن متر كانت عندي هاي 430 32 رادز بير سكند. هلا بدكم تنتبهوا على فكرة مهمة جدا. هذا اسمه سبيد تورك كيرف. هذا بنسميه الكوادرنت الأول. كم كوادرنت أنا عندي بالبلين؟ بأي بلين؟ أربعة. فعندي هذا الاصطلاح اللي بنسمي هذا الكوادرنت الثاني، هذا بنسميه الكوادرنت الثالث، وهذا بنسميه الكوادرنت الرابع. ايش هذول النيومرالز؟ هذول النيومرالز ايش؟ رومان نيومرالز، ارقام روم. فمش منتشر دائما بال شائع جدا بالدرايف سيستمز بنسمي كوادرنت الاول والثاني والثالث والرابع. بهاي الماده ما بندخل فيهم بالتفصيل، اللي بيكملوا الميكاترونكس باخذ ماده الدرايفز بنحكي فيها بتفصيل اكثر عن الفور كوادرنت وايش ميزه الفور كوادرنت. بس اللي بهمنا هلا انه هذا الكوادرنت بكون بعمل فيه موتورنج، لكن هذول الكوادرنتس بعمل فيهم جنريتنج، وهذا الكوادرنت بعمل فيه جنريتنج. واذا بدك تفكر فيها بطريقه مختلفه، لو ضربنا بوزيتيف سبيد في بوزيتيف تورك، ولحسن الحظ هون اليونتس مناسبة جاهزة مضبوط، هذه راديانز بير سكند وهذه نيوتن متر. بتعطيني ايش؟ بعطيني تورك في راديان بير سكند او باور. اذا الباور هون بوزيتيف، الباور هون نيجاتيف، الباور هون بوزيتيف لانه نيجاتيف في نيجاتيف، فهون برجع بعمل ريفرس موتورينج، والباور هون نيجاتيف. اذا الباور لما تكون نيجاتيف كاني عمالي بقول الباور عمالها بترجع من الموتور اللي هو صار جنريتر، الميكانيكال باور عم ترجع للسبلاي. ونفس الشيء عندنا هون.
تذكر يعني من الصفر للآخر هاي أربعة أربعة الأربعة أربعة بمثل الأربع حالات الممكنة في أي حالة من الحالات يا بكون عندي التورك بوزيتيف والسبيد بوزيتيف يا بكون مش التورك في كامل لا يعني ما لها معنى ما فيش إشي أقدر ألفه أنا لفة كاملة هون هذا مش مثلاً هاي مش زاوية أو أوميجا فاهم علي؟ هذه علاقة بين two variables وهدول على فكرة static points equilibrium points كل فاهم إيش يعني كلمة equilibrium؟ لما سيستم عماله بيتحرك وبتغير البارامترز فيه هو intransient لما يوصل steady state صار equilibrium هدول كلهم ال points لهذا الكيرف equilibrium points طب استقر عند النقطة هاي بعد ما يروح transient افرض جيت انا بمحرك غيرت اشي غيرت اللود عليه مش بده فتره حتى اللود بيرجع لستيدي ستيت تمام بيرجع لستيدي ستيت مره ثانيه بيرجع لنقطه على هذا الكيرف بس ممكن يكون هو في ستيدي في ترانزينت ريسبونس برا هذا الكيرف اذا هلا هون بالسؤال بيسالني شوفوا شو راح نعمل راح نخلي السيستم يعمل ستارتنج راح يوصل النو لود سبيد من هون عند النو لود سبيد احنا هون افترضنا انه فيش فريكشن لو في فريكشن كان هو المفروض يستقر على النقطه اقل شوي من هون وهو عم بيشتغل كموتور ايش يعني كموتور يعني عم بحط عليه فولتج عم بسحب كرنت عم بولد تورك التورك عم بتغلب على الفريكشن بس لانه الفريكشن قليل اقترب كثير من النو لود بوينت وصفى عند النقطه هاي شوفوا شو راح نعمل هلا بنفس الاتجاه اللي هو ماشي فيه يعني بالبوزيتيف سبيد عم بلف هو مثلا فرضا بهذا الاتجاه ما تلخبط هذا الاتجاه ما له علاقه بالكوادرنس انا بس عم بحكي انه هو عم بلف بهذا الاتجاه رحت انا حطيت عليه تورك خارجي بس ما عاكسته شو عملت ساعدته إذا ساعدته الآن وعطيته تورك إضافي شو راح يصير بسرعته؟ بدها تزيد تزيد بتزيد بعدين شو راح يصير؟ شو عم بيصير هون؟ وين دخلت أي كوادرنت؟ الكوادرنت الرابع شو تحول المحرك لجنريتر؟ تحول لجنريتر شو يعني صار التورك نيجاتيف؟ يعني هو ما بيعمل تورك هو في تورك خارج عليه عم بيأثر عليه في تورك خارج بيأثر عليه بتحول الآن لجنريتر سرعته راح تكون أعلى من اللود نو لود سبيد هلا اذا اي محرك طلعت عليه ولقيت فيه له نو لود سبيد هو عم بيمشي على اعلى من النو لود سبيد تبعته معناه هو جنريتر راح نشوفها هي كمان في الاندكشن ماشين كمان في الاندكشن موتور رغم انه اي سي ورغم انه بيختلف كثير في مبدا عمله بس نفس الفكره لما برسم السبيد تور كيرف تبعه بلاقي انه فيه له نو لود سبيد عند هذه كريتيكال حرجه ليش؟ لانه السرعه اقل منها هو بكون موتور والسرعه اكبر منها جنريتر ودخل هون في الكوادرنت الرابع، إذا في الكوادرنت الرابع رح يتحول هو لجنريتر، لأني أنا أجيت عليه، طبعاً لاحظوا أنا كان ممكن أعمل جنريتر بطريقة ثانية، كان ممكن أجبره يلف بعكس اتجاه من أول ما بدأ أو حتى من هاي النقطة، شو بعمل عليه؟ بحط عليه تورك بس التورك شو بكون؟ عكس التورك تبعه، بضل حاطط التورك عليه معاكس لتورك لحد ما وصل يوقف وبعدين إيش بعد بعمل؟ بحركه بعكس الاتجاه، بس هذا كوادرنت مختلف، أنا بحكي عن الكوادرنت الرابع الآن، إذا بدي أدخله على الكوادرنت الرابع بحط عليه تورك بنفس السرعة اللي هو عم بلف فيها وصله زيرو اذا كان في فريكشن عم بتغلب على فريكشن وبعدين بدخله التورك اللي انحط عليه من الخارج هذا اللي هو الفرع ال دي حطينا عليه 7.5 نيوتن متر هي 10 يعني تقريبا هي 7.5 حطينا عليه 7.5 نيوتن متر ولانه التورك ابلايد من الخارج فهو 7.5 مش هو اللي عمل التورك هو عم بحس الان في تورك عليه عم بمشي اعلى من السرعه هو بيقدرش يمشي كموتور ما راح يمشي على هاي السرعه. اذا راح يمشي هون هلا السؤال ايش هاي السرعه اللي موجوده؟ هون ايش السرعه؟ شو لازم تكون هاي السرعه؟ اعلى من 480 مضبوط؟ هلا هون راح يتحول لجنريتر راح ينعكس عندي شيء مهم. نرجع اول شيء لما كان هذا محرك هاي المقاومه هاي الجنريتد باك اي ام اف تبعته في اي ام اف اذا بدك تسميها في اي ام اف او اي اندوست يمكن اي اندوست احسن بسميها اي اندوست من هون وهذا عندي ار اي هلا لما كان محرك كان في بي اعلى من الاندوست مضبوط اذا هذا الفولتج اعلى من هذا الفولتج وين راح يمشي الكرنت؟ هذا لموتور لكن لما انا مسكت هذا المحرك هلا وبديت ازيد سرعته لما وصلت السرعه هاي هي النو لود قديش صار الاندوست فولتج مساوي لل طيب لو زدت السرعة كمان شوي شو راح يصير؟ يصير هذا أعلى من هذا، راح يتحول إلى جنريتر، بالحالة هاي راح يعكس اتجاههم، الكرنت راح يعكس اتجاههم، والفولتج مين راح يصير أعلى؟ راح يصير الإندوست فولتج أعلى من الـ VB فراح يصير عندي تطلعوا كيف راح يصير الفولتج دروب، هذا الفولتج الآن مساوي لهذا الفولتج، ليش حطيت هذا الفولتج؟ لأنه الكرنت الكرنت عم بمر في الريزستر بضيع طاقة بالريزستر بس الكرنت مر بهذا الاتجاه
شو اللي صار في البطارية هاي؟ صارت كأنها لود. طب هي طول حياتها معظم حياتها هي سورس، بس بالحالة هاي صارت لود، لأني دخل طلع من وين دخل الكارنت، دخل من البوزيتيف تيرمينال وطلع من النيجاتيف تيرمينال، معناها طب من وين عم تيجي هاي الطاقة؟ بدي أدق من السرعة من أي تور؟ السبعة ونص نيوتن متر اللي حطيناهم من برا. أنا روحت جبت مثلا اكسترنال تيربين أو إيش ممكن يكون او انترنال كومبشن انجن، اوكي حطيته من برا وشغلته، حطيت فيه ديزل وشغلته بدا يشتغل وزيدت سرعته وشبكته هون. الميكانيكال باور عم بتروح من وين لوين الان؟ عم بتروح من هذا البرايم موفر، هذا صار اسمه برايم موفر، تذكروا الكلمه هاي تستعمل كثير، برايم موفر، برايم موفر المحرك الاساسي الميكانيكال، شبكنا الشافت تبعه مع الشافت تبع المحرك، عمار بلف من هون وهو عم بيعطيني تورك بخلي سرعه هذا اعلى من اللو لود سبيد تبعته. قديش الباور اللي بتنتقل من هون لهون صارت؟ هي عبارة عن تاو اكسترنال اذا بدك تسميها في اوميجا، مظبوط؟ تاو في الباور، الان الباور از فلوينج بهذا الاتجاه، عمالها بتدخل على المحرك بتولد فولتج، انديوست فولتج. في لوس عندي راح يصير وين؟ هون قديش قيمته؟ اي سكوير ار راح يضيع طاقة منها هون، هذه واتس وحدتها. فهاي الباور اللي اخذتها هون اذا اهملت الفريكشن هون، طبعا راح يكون دي فريكشن ويندج واشياء زي هيك هون، اهملتها راح تنطرح من هاي الطاقه، راح تنطرح هاي الطاقه. قديش اليوسفول باور اللي ضلت اللي شحنت بطاريتي فيها؟ حاصل طرح هذول الاثنين من بعض، اوكي؟ هاي وحدتها ايش؟ واتس. هاي وحدتها بصير اطرحهم طبعا. قديش الباور اللي بتدخل على هذا الفولتج سورس؟ اي اي في في، مظبوط؟ هاي ايش وحدتها؟ هاي وحدتها واتس، هاي وحدتها واتس، هاي وحدتها واتس. ميكانيكال باور تحولت لإلكتريكال باور، الإلكتريكال باور ضاع جزء منها بـ I A I. هاي يساوي تمام، هاي زائد هاي تساوي هاي، أو زي ما بدك تطرحها، أوكي؟ نعم. الربع الثاني والربع الرابع هم اثنين جنريتنج، بس واحد منهم عمالي بمشي السبيد هون بوزيتيف في نفس الاتجاه، وهون انعكس الاتجاه صاري. صرت امشي بعكس الاتجاه. يعني بالربع الثاني كل يكون عندي هذا اعلى هون سبيد ماينس والتورك بوزيتيف، تمام تورك هذيك لا بالعكس، هذه هون التورك نيجاتيف والسبيد بوزيتيف. هلا بديش ادخل فيها كثير لان هاي بتصفي ماده الدرايفز، هلا يعني بلاش نضيع عليها وقت كثير، بس هي هذا جنريتر وهذا جنريتر، بس فيهم تطبيقين مختلفين. ماشي هاي كل فاهم اللي صار هون بالحاله هاي؟ اذا بالحاله هذه هون راح اتوقع انه الانديوست اي ام اف راح يصير اعلى من 120، مش هذه 120؟ فالمفروض هلا الانديوست اي ام اف يصير اعلى من 120 فولت، واذا صار اعلى من 120 فولت الفرق بين هذا الفولتج وهذا الفولتج راح يجي عبر مين؟ عبر الريزستور وسبب لي كرنت، مش هيك؟ راح يمشي كرنت. طيب خلينا نحسب، اذا هاي اذا عندي 7.5 نيوتن متر هلا راح يصير في عندي تورك، بس التورك نيجاتيف، فكاني الان بقول انه التورك هيو هذا، راح استعمل نفس المعادله اللي هون، التورك اكسترنال يساوي، اذا بدك تحط اشاره ماينس حط اشاره ماينس، فكاني عمالي بقول 2 في اي في بي ار ال، بي ما تغير وار ما تغير وال ما تغير، شو تغير؟ اي، بس كانه اي راح يطلع له اشاره نيجاتيف. عندي هاي 7.5 نيوتن متر ماينس 2، اي مش معروفه، بي 0.25 مش هيك ولا 0.3 0.25 0.5 1، اذا اي بتساوي 7.5 على 2.5 1 على ربع، مش هيك؟ 7.5 في 4 بتعطيني 30 امبير، مظبوط؟ 30 امبير 40 امبير. ايش الغلط اللي انا عملته؟ السؤال هذا اللي قبله، السؤال هذا المفروض يعطيني 30 امبير، مظبوط؟ 30 امبير، اوكي؟ اذا عم بمشي عندي 30 امبير، لكن خلوا اذا بدكم الاشاره هذه هون، فصارت عندي هاي، هذا راح يمشي هون عندي 30 امبير بهذا الاتجاه، اوكي؟ ايش راح يصير عندي الفولتج دروب على اي ار؟ قديش الفولتج دروب اي ار؟ ايش وحده اي ار؟ فولتس. قديش اي ار راح يصير؟ او اي اي ار اي بتساوي 30 في قديش كانت هاي 0.3 ريزيستر ريزيستنس 0.3 اومز 3 في 0.3 اعطيني 9 فولت، مش هيك؟ فبصير الفولتج اندوست هون ايش لازم يكون؟ لازم يكون اعلى من هذا بقديش؟ 9 فولت، هذا 120، اذا 120 زائد 9 129،
إذا E induced بيساوي 129. شو بقدر أطلع مدام صار عندي الآن الانديوست فولتج؟ الانديوست فولتج عايش بيعتمد على أوميجا وعلى فاي بالضبط. فبقدر أطلع أوميجا الآن مش هيك؟ فصار عندي الآن E induced بيساوي 2 على باي أوميجا فاي وتساوي 2 أوميجا أوميجا رح نخليها أوميجا فاي رح تصير عندي B في A هذه باي R L على باي. فبصير عندي E induced 129 عندي هون 2 أوميجا مجهولة B 0.25 نص 1. فبصير عندي أوميجا بتطلع 516. حتى بالله يتأكد من الرقم اللي مظبوط 516 radians per second. احنا قديش نزلنا هون عن ال 480؟ نزلنا 48 فولت مش هيك؟ قديش هلا طلعنا؟ 36 اوكي ويتش ميك سنس. 10 هون 7.5 فهاي تكون عندي السرعه هون. حد يتاكد من ال 516 هون مضبوطه؟ 516 رادز بير سكند. فاحنا فعلا دخلنا هون، دخلنا في الكوادرنت الرابع.